وصلنا للتعريف ده. لو تفتكروا في البداية كان من ضمن أفرع علم الجيولوجيا أو من أفرع الجيولوجيا، كان في فرع اسمه الجيولوجيا التركيبية، وقلت لكم وقتها إن الفرع ده بيهتم بالتراكيب والبنيات اللي بتتواجد عليها الصخور الناتجة من تأثير كل من القوى الخارجية والداخلية، وقلت لكم وقتها إن القوة دي بتعمل باستمرار وبدرجات قوة متباينة. فنتيجة أو دراستنا للفرع ده توصلنا لمعرفة التراكيب الجيولوجية. التراكيب الجيولوجية في منها نوعين، أول نوع التراكيب الجيولوجية الأولية اللي هي برايمر ستراكشر، والتراكيب الجيولوجية الثانوية اللي هي سكندري ستراكشر. هنبدأ معاكم بالتراكيب الجيولوجية الأولية وهنوضح فيها شوية حاجات. تعرفها في البداية هي الأشكال التي تتخلف بالصخور تحت تأثير عوامل مناخية وبيئية خاصة، يعني التراكيب الجيولوجية الأولية نشأت نتيجة تأثير عوامل خارجية اللي هي مناخية وبيئية، زي إيه؟ زي الجفاف والحرارة وتأثير الرياح والتيارات المائية وغيرها، وبدون أي تدخل من جانب القوى التكتونية، يعني ما فيش أي قوة داخلية أثرت عليها ولا حركات أرضية. وتعتبر التراكيب الجيولوجية الأولية أكثر انتشارا في صخور القشرة الأرضية وخاصة الرسوبية منها. يبقى هنقول تاني إن التراكيب الجيولوجية الأولية نشأت نتيجة تأثير عوامل خارجية، دي أول نقطة. تاني حاجة إن التراكيب الجيولوجية الأولية موجودة على سطح القشرة الأرضية، ما هيش موجودة في بطن الأرض، وبتعتبر أكثر انتشارا في صخور القشرة الأرضية وخاصة الرسوبية منها. بعد كده أهم أنواع التراكيب الجيولوجية الأولية، عندنا أربع أنواع، ممكن تجي لنا سؤال مثلا أكمل أو اختيار وهكذا. التطبق المتقاطع أو النوع التطبق المتقاطع، تاني نوع علامات النيم، تالت نوع التشققات الطينية، رابع نوع التدرج الطبقي. أول حاجة هنشوف دلوقتي ده الشكل اللي معانا ده بيدل على التطبق المتقاطع، الشكل ده التطبق المتقاطع. النوع ده اللي هو أو الشكل ده اللي هو علامات النيم، علامات النيم ده بيكون بتأثير الرياح، يعني ممكن يجي لك مثلا العامل اللي بيأثر في تكوين علامات النيم هنقول الرياح، تمام؟ تالت نوع معانا اللي هي التشققات الطينية، أو تالت شكل معانا ده اللي هو التشققات الطينية. التشققات الطينية دي زي ما بنلاقي في الأراضي الزراعية، ممكن أو مش ممكن، هو أكيد بسبب تأثير الجفاف، لما الأرض بتتعرض للجفاف أو لفترة انقطاع المياه لفترة طويلة فبتأثر لنا على الأرض وبيحصل التشققات دي. رابع حاجة معانا هي التطبق التدرج الطبقي، رابع نوع معانا هو التدرج الطبقي. لو نلاحظ أنا حتى وريت لكم الشكل ده قبل كده، كل نوع معانا بيدل على طبقة معينة، يعني اللون الأبيض ده طبقة مكونة من يعني تركيبها كيميائي معين، وهكذا الطبقة اللي فوقها دي وهكذا. فكل لون معانا وطبعا ممكن يكون كل طبقة مختلفة في السمك عن الطبقة الأخرى، وحجمها مختلف، الحبيبات اللي داخلة فيها مختلفة وهكذا. يبقى التراكيب الجيولوجية الأولية عرفنا فيها أربع أنواع، التطبق المتقاطع وعلامات النيم والتشققات الطينية والتدرج الطبقي.